الخير، كيف حالنا؟ في حالنا اليوم رح نحكي عن الزواج المدني. شو يعني زواج مدني؟ على مين بيأثر؟ ليش إذا إحنا صرنا بسنة 2018 وعايشين في دولة اللي تعتبر نفسها ديمقراطية ما زال لم يقبل ولم يتم سن قانون للاعتراف بالزواج المدني؟ لنعرف أكثر على هذا الموضوع معنا اليوم كريستينا قبطي، محامية أخصائية لقضايا شؤون العائلة والميراث. أهلا وسهلا فيك. تحياتي لك أخت سريدة وتحياتي لجميع المشاهدين. أهلا فيك. ورولا يميني بشارات، عاملة اجتماعية لقانون الأحوال الشخصية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. ورح نتحدث مع عبر سكايب مع شخص اللي هو بيحكي عن حالة خاصة لإله، قضيته الخاصة. مرحبا. أهلا فيك. كيف الحال؟ الحمد لله. أنا حابة أسمع قصتك، شو قصتك مع قضية الزواج الانفصال؟ شو اللي صار معك؟ تجوزت لمدة سنتين، وبعد ما تجوزت قررت أن أمشي في الطلاق، فتوجهت للكنيسة وبلشت في تاريخ المحكمة الكنسية، وبعد فترة استوعبت انه الاشي عم بيصير بحط البني ادم هون بوضع ستاند باي، لا بعرف يطلق ولا بعرف يتجوز ولا بعرف يسوي اشي، بحطه بوضع بجمدوه نهائيا. ما كنتش انا عارف هيك الوضع، يعني الجيزة بالكنيسة اهم كتير من الطلاق. عشان هاي الشغلة اضطرت اهاجر. هاجرت صمنا 5 سنين بأمريكا وتجوزت جيزة مدنية. أيوة. بالنسبة هذا الوضع اللي صار معي أنا. أيوة. شو الصعوبات اللي واجهتك لما أجيت يعني تتمم الطلاق هنا في المحكمة الكنسية؟ شو هي الصعوبات اللي واجهتك؟ لا، في جو من التقاعس بالمحكمة انه يعني لازم يكون ستاندرد عندي انه سنتين او ثلاثة. طب ليش؟ لما انا عندي شغلات او دلائل قاطعة، ليش انا احرم من ازاوي حياتي مثل ما لازم تحت راس ممكن عملية مش مزبوطة كيف اني بحسبوها؟ أيوة. يعني ليش يكون بشكل أوتوماتي يطول؟ حضرتك يعني لما فتت على الزواج ما كنت مدرك وما كنت تعرف هاي القوانين وما كنت تعرف شو معنى الزواج الكنسي؟ هن بقولوا بعرفونا، أما أنا من ناحية بعد التجربة هاي لازم اللي يتجوز، وأنا بناشد منين بحكي، بناشد الكل، وأنا بحكي مع كل واحد بده مقبل عجيزة أول إشي يروح المحامي يسوي سكين مامون، بعدين يروح على الكنيسة بشكل شكلي أو صوري. أيوة. عشان الطلاق بالكنيسة فش طلاق، بالكاثوليك فش طلاق. أيوة. يقول لك احنا مطلقش بس من يعني بيسوي هجرة. طب انا شو يعني انا شو سويت عب حالي انا؟ أيوة. يعني حضرتك عم تحكي على ايش اليوم انت الواقع اللي انت عايش فيه، وبالرغم من انه في عندك دلائل واثباتات لانك انت بتقدر في انك انت تتمم الطلاق، بس هذا لم يثبت بعد. هل انت اليوم بتسمع عن قصص هنا في البلاد او في خارج البلاد اللي تم فيها بطلان زواج؟ لانه ما في بالفعل، ما في بالكنيسه الكاثوليكيه طلاق، في بطلان زواج. هل عم تسمع على احتمال تسهيل بطلان الزواج في حالات معينه في البلاد هون؟ انا مش عارف ليش مشددين الخوارنه بوسط انه ما فيش طلاق، يعني لازم كمان يفتحوا راسهم شوي. فهمت كيف؟ ليش ليش يكون هالقد صعب؟ ليش تكون لازم يعونوه؟ يعني احنا بنحكي عمالنا على وضع لازم بده يطلق. طب يطلق. اوكي. ليش لازم ينقل وتنقل؟ هذه مشكله يعني بضلش افسرها اوكي، لانه فيها عليها ضغط من كل النواحي. اوكي، شكرا كثير لإلك، شكرا كثير لإلك ولحضورك معنا اليوم. شكرا. بحب انوه على انه هذا راي الضيف الشخصي وهو ما بيمثل الراي العام هنا في الحلقه، هذا هو راي شخصي وهي قضيته، هي قضيته احنا سمعناها واصغينا لها بكل شفافيه. حابه هيك ابدا معك كريستينا، انت بتحكي او حكيتي على انه انت محاميه في كل قضايا شؤون العائله والميراث، ولابد انه في عملك بتقصد في كثير قضايا
بتتعلق في الانفصال والطلاق. كيف نحكي على ارتباط الزواج؟ كيف له علاقة بمفهوم ارتباط الزواج بحقوق الإنسان؟ مما لا شك فيه يعني أنه الزواج يرتبط رباط رباطاً وثيقاً ووطيداً وعضوياً بقدر حتى أقول بحقوق الإنسان، بحيث أنه الحق في الزواج وحق إنساني مشروع متأصل بكرامة وحرية كل إنسان. وعندما نقول الحق، هذا الحق يتجسد أول ما يتجسد بحرية الإنسان في اختيار شريك الحياة الملائم له، في اختيار نمط الحياة اللي بموجبه هو يريد بناء حياة زوجية أسرية، وذلك دون تدخل أو قيود دينية سياسية أو اجتماعية. وأريد أن أنوه أنه الحرية الشخصية في هذا المجال هي حرية مقدسة، هي ملك خاص بالإنسان، والمس بهذه الحرية أو سلب هذه الحرية يعني المس بإنسانية الإنسان أو سلب إنسانيته، وذلك أنه الحديث يدور على حياة الإنسان وعلى مصيره. أوكي، يعني أنا قادرة أفهم الربط اللي عملتيه مع كل قضية حقوق الإنسان بأنه هذا المفهوم. يعني رولا، أنت في عملك اليوم كمان كعامل اجتماعي لكل قانون الأحوال الشخصية وكمان كعامل اجتماعي بشكل عام، بنحكي عمال على حقوق أساسية للإنسان، وحسب الأمم المتحدة إيش هي الأمور اللي بنحكى عنها هناك في الحقوق، وخاصة فيما يتعلق في الارتباط والشراكة والزواج؟ احنا اكثر بشغلنا كعمال اجتماعيه لقانون الاحوال الشخصيه بالاساس بهمنا او احنا بنركز على مصلحه الولد، هذا هو شغلنا الاساسي. أيوة. طبعا انا ما يعني بفكر انه كمان حقوق الزوجين هي شيء كثير مهم، وانه انا سمعت هون الشخص اللي حكى عن صعوبته وهيك، بس صعوبته في الطلاق بعد الزواج الديني وهيك، بس احنا بشغلنا كعمال اجتماعية نتمركز بالأساس بمصلحة الأولاد، فمرات الإشي بتناقض مع مصلحة الوالدين. أيوة. فهذا يعني اللي عم بيصير. يعني كقانون بالأحوال الشخصية في عنا وزن للأطفال اللي مصلحة تحت الولد، مصلحة الطفل اللي تحت 18 طبعاً. وفي عندنا مصلحة الوالدين يعني الزوجين. مزبوط. فالقانون بيرجح دائماً كفيفة الأولاد بهذه الحالة، مصلحة الولد بعد الطلاق. أيوة. أوكي، يعني إذا بنحكي عملنا على أشخاص شركاء اللي هن حق، حضرتك حكيتي كريستينا على أنه هذا حق أساسي للإنسان بإنه يختار يتزوج، بس إحنا بنعرف أنه كثير من الزواجات يتم تزويج أو يتم ارتباط مش مدرك ومش كتير واعي ومش كتير مفهوم كمان. أولاً بس سألتي حضرتك سؤال، طرحتي سؤال بالنسبة لهذا الحق من الأمم المتحدة. أريد أن أنوه أنه للتشديد على ما قلت، بأنه حسب الميثاق الأمم المتحدة لعام لحقوق الإنسان لعام 1948 تقرر بأنه للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ لهما الحق في الزواج وتكوين أسرة، وذلك دون قيد بسبب الجنسية أو العرق أو الدين، ويكونان متساويان في الحقوق والواجبات عند الزواج وخلاله ولدى انحلاله. هلا هذا الحق يعني حسب الأمم المتحدة، فقط مش بس حسب الأمم المتحدة، هذا الحق أيضا حظي على اهتمام كبير من قبل جهات دول ديمقراطية وعلمانية. أيوة. مختلفة، بالرغم من أنه دولة إسرائيل لم توقع على ميثاق الأمم المتحدة، دولة إسرائيل لم توقع على ميثاق الأمم المتحدة، وهي أيضا صرحت والتزمت بأنها تلائم قوانين الدولة لا مش كل الميثاق، يعني هي أخذت أجزاء من الميثاق واعتبرته كنوع من حقوق الإنسان اللي هي يعني حطت الدستور لإلها داخلي، أما هي ما لم توقع على كل بنود الأمم المتحدة. في دولة إسرائيل ما في دستور، في حقوق أساس الإنسان، في قانون أساس حرية الإنسان وكرامته اللي هو بمثابة دستور في الدولة بحسب روح الأمم، بموجب هذا القانون وأيضا بموجب النظام الديمقراطي في إسرائيل وموجب أيضا وثيقة الاستقلال في إسرائيل يجب أن يطبق مبدأ. يعني فتنا لمحل أنا شوي عندي شائك، إذا فتنا لوثيقة الاستقلال إحنا صرنا في محل شائك جدا، فإحنا خلينا نتركز في قضية الأمم المتحدة إنه تعترف وتمشي بروحها دولة إسرائيل، ولكنها رسميا لم توثق ولا تلتزم بكل القوانين. أنا عم رديت على يعني من خلال جوابي أنه
من خلال وثيقة الاستقلال ومن خلال قانون أساس كرامة الإنسان وحريته، في التزام في الدولة بأن يطبق قانون المساواة وحرية الأفراد ومنها حرية الديانة. اوكي طيب عندي قضيه خاصه مع هذا الموضوع، عندي اشكاليه بهذا الموضوع، لانه احنا ما بنعرف قديش احنا عايشين في دوله بالفعل هي يعني ديمقراطيه في كل ما فهمها. تصريح شيء وايش بيصير على الممارسه امريكاني، يعني عشان لا افهم خطا انا عم بحكي قانونيا ايش موجود قانونيا، ولكن على ارض الواقع في مس في الحريه الفرديه للانسان بهذا الخصوص، خصوص بقضايا الزواج والطلاق في مبدا المساواه وفي الحريه الديانه يعني. اوكي طب رولا، من عملك انت في كل العمل مع عائلات اللي هن بتوجهوا عاده ما بعد الانفصال او بمراحل الانفصال او في مرحلة ما بعد الطلاق لعندكم، عادة العائلات هي أكثر متوجهة اللي عندهم زواج مدني أو اللي عندهم زواج ديني؟ بالأساس العائلات اللي عندها زواج ديني بيكون التوجه إلنا. تقريباً زواج مدني ما صادفت خلال شغلي بهذا المجال. إحنا توجهنا بيكون سريدة أكتر للمحكمة بتقديم تقرير للمحكمة. أيوة. المحكمة اللي بتطلب منا. أهو. وإحنا بنعمل تشخيص وفحص مع العائلة على أساس نقدم تقرير بخصوص الحضانة وبخصوص الرؤية لما بصير انفصال أو طلاق. أيوة. وبناء على المعطيات اللي انتم بتدرسوها هناك بيتم يعني توزيع المهام، بنقدم توصيات، بنقدم توصيات للمحكمه. وعاده المحكمه اذا المحكمه الدينيه او المحكمه لشؤون العائله، لا ممكن بالمحكمه لشؤون العائله كمان التوجه يكون، باخذوا عاده بالتوصيات تبعتنا مين يكون حاضن لهذا الولد، الاب ام الام، والطرف الثاني اللي بده يكون في عنده حق الرؤيه. ايوه. وايضا تدخل في يعني تدخلوا في قضيه يعني اعطاء الحقوق بين الزوج والزوجي، ام اي حقوق المقصود؟ المقصد النفقه، لا الامور الماديه، اذا في ممتلكات كمان تتدخلوا في هالامور ولا هناك بس امور قانونيه؟ لا، بأسس النفقه، بقضايا النفقه وهيك احنا ما بنتدخل. احنا اكثر تدخلنا بيكون بالحضانه، حق الرؤية، وإحنا قضايا تانية اللي لما بيكون في شخص مريض نفسي أو إذا قضايا كمان عنف. أيوة. بس إذا بنحكي إحنا على الطلاق تدخلنا هو بيكون أو التقرير اللي نقدمه للمحكمة والفحص اللي بنسويه بنشوف وين مصلحة الولد. بالأساس إحنا بنطلع مصلحة الولد، لأنه بالطلاق بيكون في صراعات كتير كبيرة بين الزوجين. أيوة. اللي مرات بقدروش يشوفوا وين الأولاد. احنا كنا في السابق في حلقة سابقة اتطرقنا بالضبط لقضية الأحوال الشخصية، يعني بمعنى حقوق الأطفال في ظل الطلاق، اتطرقنا بالضبط الصراعات اللي بتصير بين الأهل. كريستينا، بالنسبة لكل قضية الأطر القانونية المتاحة في البلاد هنا، شو هي الأطر القانونية المسموح فيها انه يتم الطلاق في البلاد بحسب او اصلا يعني لعقد زواج رسمي فيه قانونيا؟ شو هو المعترف فيه هون بالبلاد؟ اوكي، الاطار القانوني الوحيد المسموح فيه العقد اي زواج في البلاد هو الاطار القانوني، الاطار الديني، وفق مراسيم دينيه المعترف بها من قبل الجهات، يعني من قبل الدوله. الدولة ما بتعرف بالزواج، ما في زواج مدني في دولة إسرائيل. لا تعترف. لا تعترف، لا مش لا تعترف بالزواج، اللي بدي تتجوز زواج مدني خارج البلاد ويجي يسجل هنا بتعترف فيه، أما في الدولة هنا ما في زواج مدني. أيوة. والزواج أو الإطار القانوني الموجود المتاح لعقد زواج هو زواج ديني بموجب مراسيم دينية المعترف فيها من قبل الدولة. أريد التنويه بأنه في وزارة الداخلية حتى يسجل الزواج يجب أن يكون كلا الطرفين الزوجين ينتميان لنفس الديانة. أيوة. يعني إذا واحد منهم بنتميش لنفس الديانة هذا الزواج لا يسجل، وهنا تدخل لا يسجل في كأنه يعني هذا الزواج لا يسجل بسجلش. أيوة. في كل زواج قانوني بيكون زواج قانوني، ولكن قانوني في الدولة، ولكن يعني عشان للتوضيح عم نحكي على الزواج اللي بيتم خارج الداخل البلاد. إذا تم زواج خارج البلاد زواج مدني بغض. أيوة. النظر إن كان ديني أو مدني، وبغض النظر إذا كانوا الطرفين نفس الدين أو مش من نفس الدين مختلط. أو زواج مختلط. الزواج يسجل، ولكن في داخل البلاد زواج مختلط لا يعترف به، حتى
ولو بحسب قسم من الشرائع الدينية هذا الزواج صحيح مسموح. فمثلا أنا بدي أعطي أمثلة على هذا الموضوع. حسب الشريعة الإسلامية على سبيل المثال، للرجل له الحق في الزواج من امرأة تتبع هي من أهل الكتاب وأنها تبقى هي على ديانتها إن كانت مسيحية أو يهودية. لدى الطائفة المسيحية الكاثوليكية أيضا يستطيع الرجل أو المرأة الكاثوليكية أو الكاثوليكية الزواج من غير الكاثوليكي أو الكاثوليكية، وهي تبقى على ديانتها طبعا بعد أخذ التفسيح من الرئاسة الروحية، وهذا زواج صحيح حسب أيوة. الشريعة الإسلامية ما طرقت لل هناك معترف فيه وهنا أيضا وهنا معترف فيه، ولكن الدولة لا تسجله. والأنكى من ذلك أنه حتى بين الطوائف المسيحية نفسها، يعني إذا رجل كاثولي اتزوج من امرأة أرثوذكسية وفي الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة بتعترف في هذا الزواج، وزارة الداخلية بتسجلش هذا الزواج في حال ما الزوجة ما نقلت ديانتها وصارت كاثوليكية أو العكس. هذا يعني اللي بيتم عادة في وهذا بتسجلش، فمع انه هنا بنشوف التدخل الفادح في الحرية في الحرية الدينية. طيب رح نطلع لفاصل وبعد الفاصل بنكمل. ورجعنا بعد الفاصل وبعدنا اليوم بحلقتنا في حال ونعمل نحكي عن الزواج المدني. رح نطلع على استطلاع رأي وبعد بعده ما نكمل الحلقة. طلع احنا عايشين بمجتمع محافظ، ومفضل انه احنا نمشي على كيف تورتنا. احنا تورتنا كل واحد على دينه الله يعينه، بيضلوا انه كل واحد ياخذ من دينه. وبنفس الوقت الزواج المدني هذا صار اشي مودرن علينا حديث، وانا بظن انه نضلنا على الطرق التقليدية هو اضبط اشي. انا بأيد الزواج الديني. ليش؟ للمستقبل افضل للأولاد اللي بدهن يعني اللي بيخلفوهم. يعني لما بخلفوا إذا واحد بتزوج زواج مدني بصير إشكاليات، يعني بالولد أو البنت اللي بتخلق يعني لمين ينتمي، يا أما بده يكون بلديين يا أما بده يكون يروح على ديانة أمه يا على ديانة أبوه. لذلك أفضل يتزوج زواج ديني من أولها، والأولاد اللي بيخلقوا بيلحقوا الأم والأبو، هذا هو أريح إشي وأحسن إشي. يعني كل واحد خلاص جوز عدينه، المسيحي بأخذ مسيحية، المسلم بأخذ مسلم، اليهود بأخذ يهودي خالص. فهمت؟ هيك أضبط شغلي يعني. أما مش حلوة هاي لأنه المستقبل مش منيح المستقبل، يعني يكون مثلا مسيحي ماخذ مسلم راحة جاء أو بالعكس، يعني للأولاد مش مشكلة. أما إذا صارت لا حول ولا، أما هي مفضل كل واحد يأخذ عدينه، هاي أضبط شغلي. أنا بأيد الديني، مش لأنه عنصرية أو طائفية، لا، لأنه بيكون الأهل بعض الأهل متعصبين ما بردوش ما، فللمستقبل إسكال للشاب أو للبنات المفضل إنه كل واحد يعني يأخذ من ديانته. ليه؟ لأنه في أطفال وفي مش بس أخذنا وخلصنا. فعلى هذا السبب أنا بأيد الديني، مش لأنه عنصرية، لا، لأنه أريح للأطفال أريح للأولاد. ممكن في أهل كتير بقطعوا بناتهم من تحت راس إنه أخذت واحد عن غير دينها، فبتعيش وحيدة في الدنيا. فالمفضل يعني إنه، أما إذا انغلب على الإنسان لا حول ولا، يعني هي بترجع للبيئة يعني اللي هو عايش فيها. أنا بفضل الجواز الديني أكيد، أول شيء لأنه هذا تقاليد ومعترف فيه، والمدني دائما فيه وراء مشاكل كتير، الديني دائما حلال وأحسن، والأصول هيك بتقول. كريستينا، بدي أرجع لنفس النقطة اللي كنا قبل الفاصل واقفين عندها، قضية
إنه في حالة تم زواج مدني خارج البلاد لما يرجعوا للبلاد إيش لازم يعملوا؟ احكي لي هيك عشان يعترف في هذا الزواج إيش لازم يعملوا؟ بيجوا مع الوثيقة اللي بيكون معهم وثيقة رسمية من المؤسسة إن كانت البلدية الدولة اللي كانوا تجوزوا فيها وبتوجهوا لوزارة الداخلية وبقدموا طلب لتسجيل هذا الزواج ويسجل. يعني كيف يسجل؟ زوج وزوجي؟ طبعاً زوج وزوجي عادي وبيكون إن مسجلين زوجين بتمتعوا بكل الحقوق المدنية اللي بتمتعوا فيهن أي زوجين لتزوجوا زواج ديني في البلاد. أيوة. وبحالة وصلنا لمرحلة الانفصال والطلاق ساعتها شو بيصير؟ كيف بتتعامل معهم؟ هنا هيك الإشي يعني بيختلف بحسب كل قضية وحيثياتها بحسب الديانة اللي بينتموا إلها الطرفين. فإذا نروح إذا كان الزوجين هني يعني تابعين للديانة اليهودية واثنين زوجوا زواج مدني خارج البلاد مش بطقوس دينية مع أن يتزوجوا زواج مدني الصلاحية المطلقة تكون للمحاكم الربانية للبث في القضية تبعتين للطلاق لأنه حسب الشريعة الربانية هذا زواج ديني يعني مش زواج ديني هذا زواج قانوني وهن عندهم بس الصلاحية لفسخ هذا الزواج فهن بيضطروا يرجعوا للمحكمة الدينية الربانية لفسخ زواجهم ولكن ما بيكون في تسهيلات في فسخ هذا الزواج ما بعقدوا على الأمور لأنه كان زواج مدني. هلا بالنسبة لباقي الطوائف عند المسيحية مثلا إذا اثنين مسيحي تزوجوا زواج مدني وصار في خلاف بينهم وبدهم يتطلقوا ايضا اللي بيصير انه بتقدم دعوه لفسخ زواج في محكمه شؤون العائله ومحكمه شؤون العائله بتتوجه للمحكمه الدينيه اللي للطرفين هي المفروض تكون تابعين لها بمساءله هل عندها الصلاحيه لفسخ يعني هل عشان واحد من الطرفين يقدر يتزوج في المستقبل. أيوة. لازم تصدر شهاده طلاق او بطلان زواج من المحكمه اللي هي المفروض اللي هن تابعين لها او المحكمه عاده الزوج تابع لها اللي هن تابعين لها اللي الزوج تابع لها فاذا اثنين كاثوليك مثلا هذا الزواج هو باطل من اساسه لانه يفتقد للصيغه القانونيه ما تم في الكنيسه لانه مش سر مش حسب مش امام كاهن حسب اسرار الكنيسه فبدي يكون هذا الزواج باطل فالملف يعاد لمحكمه شؤون العائله وهي تفسخ من الزواج وتكون يعني محكمه شؤون العائله هي صاحبه الصلاحيه لفسخ هذا الزواج. أيوة. بالنسبه اذا كان الزواج مختلط عند الطوائف المسيحيه اذا كان الزواج مختلط نفس الشيء لانه واحد من الطرفين يعني محكمه شؤون العائله اذا في كان مسيحي او كان مسلم او مسيحي او يهودي بتتوجه لرئيس المحكمه اللي لكل طرف يعني للديانه اللي تابع لها بمساءله هل عشان هذا الشخص يقدر يتزوج فيما بعد لازم من هاي المحكمه تصدر شهاده طلاق. فاذا كان اذا عم نحكي احنا عن المسيحيه عند الكاثوليك مثلا هذا الزواج بيكون باطل لانه مع انه الزواج مختلط مسموح لانه لم يحصل التفسيح الزوجين ما نالوا التفسيح من الرئاسة الروحية. أيوة. فهو بيكون باطل فالملف برجع لمحكمة شؤون العائلة هي عشان تكون فسخ الزواج. هلا عند الدروز والمسيح وعند المسلمين ايضا على ما يعني انا بعدني ما صدفت حالي بمكتبي ولكن حسب معرفتي وبتأمن انا ما كنش خطأ يعني على خطأ انه حتى الزواج المدني عشان يتم فسخه اذا التنين تابعين لنفس الديانة مسلمين او دروز كمان الملف لازم يعاد لمحكمه المحكمه الشرعيه وهي تقرر اذا في طلاق ولا لا. وفي اغلب الاحيان الزواج عند دروز انا بعرف انه هذا الزواج بيكون باطل لانه ما صار حسب العقيده الشرعيه. ايوه لولا احنا عم نحكي على كل هاي القوانين اللي حكت عنها كريستينا لانه احنا عايشين في دوله دينيه تعتبر ما زالت تعتبر دولة دينية أم أنه هناك بالفعل في يعني خاصية لأنه كل القضايا هي تبت في المحاكم الدينية؟ أنا بدي أحكي على مجتمعنا بشكل خاص يعني إحنا لما نحكي على نتركز أكثر في مجتمعنا بدي أحكي على مجتمعنا بشكل خاص. سريدة إحنا مجتمع زي ما الكل بعرف ومجتمع تقليدي مجتمع محافظ اللي الدين جزء كتير مهم بهذا المجتمع هو انتماء والنظرة للزواج خلينا نقول الديني هي هو المقبول وهو المتبع. أنا بفكر كعاملة اجتماعية وكشغلي بهذا الموضوع وكمان زي ما بلشت بحديثي إحنا حديثنا على مصلحة الأولاد أكتر شغلنا هو إنه نتركز على مصلحة الأولاد
للأسف أنا غادرة أفهم أنه الزواج المدني بيعمل الزواج المدني خلينا نقول الطلاق منه أهون، بس بناحية تانية بيعمل بلبلة للولاد كسيرورة. أنت بتحكي على سيرورة عملية الطلاق، يعني كسيرورة هي أسهل، كسيرورة الطلاق مظبوط هي أسهل طبعا هي أسهل. أنا بقى غادرة أفهم أنه بالزواج الديني كتير أصعب، بالذات المسيحي الكاثوليكي الطلاق إذا الاثنين مش متفقين على الطلاق. بس الأولاد كتير بيعانوا من بلبلة بهذا الزواج اللي هو مدني، لأنه زي ما حبلشنا بحديثنا أنه الدين هو جزء، وإحنا بعدها بهذا المجتمع ما تحررنا، حتى كمان حتى المجتمع اليهودي كجزء من مركبات الهوية أيضا، يعني مزبوط. أنه مش بس مزبوط. هو بقضية التنشئة فقط، يعني بنحكي عملنا على انتماء وعلى هوية، جزء من هويتي وتعريفي لذاتي. الدين هو جزء من الهوية. أيوة. فهون بيعمل بلبلة. فحضرتك عم بتقولي أنه لما بتواجهي عائلات أو أطفال في زواج مدني ممكن يكون أصعب، لأنه في بلبلة أكبر مزبوط. عند الأطفال مزبوط، في بلبلة كبيرة لمين إحنا رح ننتمي بخلال. أيوة. يعني بشكل عام أيوة. في بلبلة بهذا المجال. كريستينا، حسب ما بتعرفي يعني كل سن القوانين هون في البلاد وتحويل كل قضايا الطلاق للمحاكم الدينية، هل كان هناك نظرة أكثر، يعني حكينا اجتماعيا، بس هل هناك رؤية من وراء هذا الموضوع قانونية؟ يعني قانونيا هل في رؤية من أنه نحول القضايا فقط للمحاكم الدينية، قضايا الطلاق؟ يعني أنه عدم وجود سن قانون لزواج مدني، هل في من وراء رؤية؟ إذا أنا فهمت السؤال صح، يعني أولاً الوضع الراهن في البلاد أنه كل ما يتعلق بموضوع الزواج والطلاق هو في صلاحية مطلقة للمحاكم الدينية. أيوة. وطبعاً الإشي واضح ليش، لأنه أيوة. عم نحكي على زواج ديني. أيوة. عم نحكي على زواج ديني اللي تسري عليه قوانين دينية، شريعة دينية، فالمفروض المحاكم الدينية هي اللي تبث فيه، ومش قاضي مدني. أيوة. اللي بفهمش بالقوانين الدينية يبث فيه. فيمكن هذا هو الهدف من وراء أنه المحاكم الدينية هي اللي تبث في الزواج الديني. يعني الرؤية بدولي هون في عدم سن قانون مدني، هذا شيء آخر، هذا هو هذا شيء آخر، هذا سؤال آخر. أيوة هذا هو هذا سؤال آخر. السبب من وراء عدم سن قانون الزواج المدني، ومع العلم أنه كان في محاولة لتمرير هذا القانون ولكن ما مرق في الكنيسة في البرلمان، السبب هو يعني في هناك الأسباب دينية، أسباب سياسية بحت، يعني تهدف إلى الحفاظ على يهودية الدولة، تهدف إلى منع الشعب اليهودي من الزواج من غير الغرباء الغير اليهود، وايضا تهدف الى هيمنه بقى، يعني هيمنه الاحزاب اليهوديه الدينيه سياسيا. أيوة. هذا هو السبب، يعني فيش واضح واضح، واللي عم بنظلمه هي الاقليات. طبعا عم بحكي على الفئه اللي تؤمن، يعني اللي تؤمن بالزواج المدني، في فئات اللي بتؤمن بالزواج الديني اللي من كل الاحترام هذا. أيوة. هذا رايي. أيوة. يعني في الموضوع، يعني إحنا عمالنا نحكي على أنه في ناس عندهم حرية الاختيار، فهني بيروحوا لزواج مدني لأنه بالنسبة إليهن هن بيشوفوا أنه هن علمانيين، ربما بالنسبة إليهن ما بدهن يفوتوا هاي القضايا الصعبة في حالة لا سمح الله كان في انفصال أو طلاق. مش بس، يعني مش بس، إيش كمان؟ يمكن قانونيا، لأني أنا بعرف الموضوع، في عنا الوضع الراهن في دولة إسرائيل، يعني ما لا شك فيه يخضع على الكثير من العراقيل وتسود الكثير من الصعوبات، واللي بشكل مسا فادحا في الحريات الفردية، وهنا أقصد الحرية الدينية وحرية اختيار شريك الحياة. وعشان أوضح هاي النقطة للمشاهد، فأنا رح أتطرق من خلال أمثلة عينية فهذا الموضوع. مثلا الأشخاص اللي هني لا يتبعوا لدين، إني يعني مش تبعين، لا يعترفوا بأي دين، لأني مش تبعين ولا لدياني، إني يعني مش من اللي بيجوا الاتحاد السوفيتي، هدول كيف مسجلين في وزارة الداخلية، حسردت بنتموش لا بنتموش ولا لا فيش لا بنتموش ولا لأيتها. عندنا العرب كتار عن هالشكل، في عرب لا فيه. هي بتحكي عملها على فئة معينة. كيف الوضع الراهن بمس بحرية، ورح أتطرق لعدة أمثلة. المثال الأول هي الفئة اللي هني ما بنتموا لأيتها دياني، فما أنه القانون في دولة إسرائيل أو الإطار القانوني المتاح في دولة إسرائيل أنه يكون الزواج فقط زواج ديني، فدول فيش وين يتزوجوا، فيش عند المكان يعقدوا عقد زواج رسمي في البلاد، في البلاد أو الملحدين اللي بأمنوش يعني أبداً بأمنوش في وجود الله. أوكي. أيضاً بدنشين مولدين، فيش وين يعقدوا زواج، هذا واحد. اثنين زي ما تطرقت حضرتك العلمانيين، يمكن اثنيناتهم انتموا لنفس الطائفة ولكن الدينية، ولكن لا يؤمنون
بقوانين الطائفة الدينية اللي بينتموا إلها، لأنه بيعتبروا حسب رأيهن هاي القوانين لا تتماشى مع أفكارهن الليبرالية من وكل ما يتعلق في المساواة والحرية، فهن فيش إطار يعني يتزوجوا فيه. فيعني من البديهي يعني واضح أنه لا يمكن فرض الدين واعتقادات دينية على أحد، لأنه الدين هو اختيار حر، الدين هو إيمان داخلي قناعة داخلية ومش فرض ملزم. ففش هدول وني يروح يتزوجوا. أيضا في كمان هدول عادة هن بيطلعوا خارج البلاد ليتمموا زواجهم، بس يعني لو بدي يرجع بدي يكون في اشكال بدي يرجع للمحاكم الدينيه زي ما طرقت وخاصه لما في اطفال. الحاله الثالثه هي كما حكيت الزواج المختلط. الزواج المختلط ايضا في دوله اسرائيل لا تعترف فيه، مع انه في حسب بعض الشرائع كيف هسه تحدثت تسمح بالزواج المختلط. هذول ايضا فيش عندهم اطار يتزوجوا فيه، فبضطروا يطلعوا على بريت البلاد يتكبدوا مصاريف السفر وعناء السفر وتبذير الوقت عشان يتزوجوا خارج البلاد عشان يقدروا يرجعوا ويسجلوا الزواج، انه كل واحد يبقى على دينه. ايوه هون بنشوف تدخل في حريات يعني حريه الدين. والفئه الثالثه هي مثلا حسب الشريعه اليهوديه، في مثلا حسب الشريعه اليهوديه الفئات اللي تابع مثلا رجل وبيتبع لسلاله كوهين ما بيقدر يتزوج من امراه مطلقه او اللقيط اللي ولد لامراه خارج اطار الزواج، ايضا بيقدرش يتزوج غير من لقيطه. فهدول ايضا فيش عندهم اطار وين يتزوجوا. والفئه الاخيره اللي هي يمكن في قسم من المجتمع اللي ما بأيدهن، بس في قسم بأيدهن أو بيحترم رأيهن، اللي هن المثليين بالضبط، اللي هن لا يعطوا ولا في ديانة بتعترف فيهن. فما أنه الإطار الديني الزواج هو إطار ديني، فيش وين يتزوج، فيش إطار رسمي يتزوجوا فيه. أيوة. فهم نشوف المس في حرية الحرية الفردية حرية الديانة، ومنشوف كمان المس مبدأ المساواة. يعني هاي الفئات هي مواطنين زيها زي باقي المواطنين، بتدفع ضرائب، ومن المشحف أن ما الدولة ما توفر لها إطار اللي تتزوج إطار لأن تتزوج زواج رسمي واللي يتمتعوا في حقوق مدنية كأي متزوجين مثلها مثلهم. أوكي بس أنا بدي أحكي على إنه إحنا بنحكي عمالنا على دولة حديثة العهد يعني، وفي دول قديمة يعني دول أوروبية دول العالم اللي يعني سنين صار لها قائمة وأيضا لم يسن فيها زواج مدني. بهاي هذا الخصوص يعني الدول الأوروبية سبقتنا من سنة 1792 إذا أنا مش غلطاني. بعض الدول بمعظم الدول الأوروبية معظمها حتى 1792 كان الزواج المعترف فيه أو الزواج الرسمي والزواج الديني التقليدي اللي بيخضع لقيود دينية. بعد الثورة الفرنسية صار في فصل بين الدين والدولة، صار في وعي أكتر لحقوق الإنسان وللحرية الفردية، فسن القانون الزواج المدني ليصبح هذا الزواج زواج ملزم، وفي حين بات الزواج الديني وزواج اختياري. أيوة. فقط اختياري بكل دول أوروبا، في معظم دول أوروبية، وذلك أيوة. لضمان الحرية الفردية ولضمان مبدأ المساواة. أيوة. في دول الشرق الأوسط أو في معظم دول الشرق الأوسط، لأن قبرص يعني هي مش زي يعني دول الشرق، ومن ضمنها إسرائيل، مجال الأحوال الشخصية يخضع لقوانين وشرائع دينية لغاية اليوم، اللي في بعض الحالات القوانين هاي لا تتماشى مع متطلبات العصر. هاي القوانين فيها في بعض الحالات مس في الحرية الفردية ومس أيضا في مبدأ المساواة، طبعا مع احترامنا الشديد لكل الديانات ولكل القوانين الدينية والقوانين أيوة. الدينية أيوة. أنا يعني عندي ما يقال في هاي القضية. أنا بفكر كمان الأوروبيين مش صدفي انه كمان بالرغم من انه وجود الزواج المدني اكتار بينهن بيروحوا بيختاروا الزواج الكنسي او الزواج الديني، يعني هذا مش صدفي كمان، هذا بيقول كثير اختيار. هذا بس بيقول كثير يعني طبعا لا شك انه كمان اليوم كثير من القضايا اللي بدي تحكي عنها بالذات رولا قضية البلبلة والانتماء والشعور بالتنشئة خاصة في بالضبط خاصة في مجتمعنا، أكثر من إنه نبعد عن المجتمع الأوروبي حتى اليهودي أيوة. اللي هو بعده يعني كمان الزواج الديني عنده إشي مجتمعنا كتير هذا الموضوع مهم عنده أساسي الموضوع. أساسي جداً. لأنه إحنا جداً. ما زلنا نتربى على قيم دينية حتى صحيح. إن ما كنا إحنا متدينين بشكل كتير فعلي. إحنا بعد عنا صعوبة زواج، إحنا خلينا نقول بالمجتمع العربي زواج مسلم من مسيحية اللي أيوة. هن مختلط أيوة. عرب، بس زواج مختلط في أيوة. صعوبة كبيرة، مع أنه إحنا عايشين مع بعض وإحنا يعني مجتمع واحد مجتمع واحد في عنا صعوبة. إحنا بعدنا عم نحكي على أشياء برأيي جدا أساسية
كم بالحر الدروز يعني اللي ما لا يستطيعون حتى بساطا التزاوج صحيح. مع غير الدروز يعني. فهي نقطة جدا أساسية. أنا بفكر يعني مهم جدا، مش عم بحاول أحط رأي، بس أنا بحاول أقول إنه تعالوا نفحص هاي الأمور، لأنه مش صدفة إنها موجودة. يعني فيش إشي اللي هو بيصير صدفة، في كتير مبادئ أساسية من وراء كل إشي عم بيكون في العالم. وإن كان العصرني أنا مش شايفة إنها تتعارض. أنا يعني أنا حسب رأيي بما يعني حتى بتخيل بمش بتخيل حتى الأخ اللي حكى، أنا حتى عند الطائفة المسيحية اليوم في مزبوط لما بيكون في عدم اتفاق بين التنين للطلاق بيكون في مشكلة، بس اليوم كثير من المسيحية بتطلقوا بيروحوا على الطائفة الأرثوذكسية، طالما أن هن بيتفقوا فبقدروا يروحوا يتطلقوا. عشان أنا عم بروح على أنا بدي نتوسع في هاي القضية، لأنه احنا بدنا نحكي على تأثيراتها. لا اللي بدي أبرز بعد الفاصل رح نتوسع في هاي القضية. أوكي. أكيد أوكي. لأنه بشوف إنها بتأثر كتير على مفاهيمنا. الاتفاق التنين هو الأساسي، اتفاق أيوة. التنين هو الأساسي، بتخيل أكثر من إنه إذا زواج مدني أو أخرى. بس في نقطة اللي يمكن أنا بختلف شوي بالرأي معكم في هذا، بحترم الرأي الآخر طبعا، ولكن أنا ايضا من محلي يعني انه بشتغل في هذا المجال، مش هالقد مزبوط التوجه انه بعده مجتمعنا لا بده يتجوز زواج ديني، لا في فئات يعني. اوكي كريستينا انا كثير بهمني نتوسع في هاي النقطه بعد ما نرجع من الفاصل. تفضل. ورجعنا بعد الفاصل، بعدنا اليوم بحلقتنا في حالنا عمالنا نحكي عن الزواج المدني، ورح أرحب من جديد في كريستينا قبطي، محامية أخصائية لقضايا شؤون العائلية والميراث، ورولا يميني بشارات، عاملة اجتماعية لقانون أحوال الشخصية. أهلا وسهلا فيكم كمان مرة في البرنامج. قبل ما نطلع على الفاصل كنا هيك في نقطة جدا شائكة، في عن جد قديش احنا مؤمنين في الزواج المدني غير مؤمنين، وكنت كريستينا عمالك تتطرقي ل 10% اللي تؤمن اللي حق لإلها، يمكن 5% يعني حتى لو 10%، فبحب تكملي النقطة هاي. اوكي احنا اولا لا يخفى انه احنا نعيش في دولة اللي بيسودها نظام ديمقراطي، طبعا في عدم تطبيق الديمقراطية في امور معينة لا خلاف مظهريا. لا خلاف، ولكن أوكي. احنا ايش بنصبه، لانه مجتمع احنا نصبه ان نصل ما هو مجتمع راقي ومجتمع حضاري. أيوة. لا يمكن تهميش حتى لو 1% من الفئة اللي موجودة في المجتمع، وتقول والفرض عليها شيء بالقوة، لا يمكن فرض الدين بالقوة على احد. أيوة. كما ذكرت الدين هو قناعة داخلية، هو إيمان، هو اختيار. فحسب رأيي الحل المنشود للوضع الراهن أنه يسن قانون الزواج المدني إلى جانب الزواج الديني. حلو. دون إلغاء الزواج الديني. حلو. دون إلغاء صلاحية المحاكم الدينية. حلو. دون إلغاء قوانين الدينية. ومن يريد الزواج المدني فيجب أن يكون له ذلك، ومن يريد الزواج الديني فأيضا يكون حلو. له ذلك. وأيضا الزواج، وأريد أنا أنوه أنه قانون الزواج المدني هذا قانون اللي يكون يواكب العصر، لا يميز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. هذا القانون يسري على جميع الطوائف، على جميع المواطنين، على اختلاف انتماءات الدينية أو العرقية، وتكون لمحاكم شؤون العائلة الصلاحية المطلقة للبث في الزواج العقد بمراسيم مدنية بموجب قوانين الليبرالية اللي تتماشى مع هذا العصر. وأيضا كما ذكرت دون إلغاء الزواج الديني، دون إلغاء اللي بده يتزوج زواج ديني فين كله هذا، ويتقضى أمام محاكم دينية كمان وقوانين دينية. وهيك إحنا نطبق النظام الديمقراطي بحذافيره. حلو. وهيك إحنا منساهم في التعايش المشترك، هيك إحنا من نساهم في بناء مجتمع راقي حضاري نصبه لتجسيده على أرض الواقع. فأنا كما ذكرت أنه بعود وبكرر الزواج هو اختيار حق أساسي، هذا هاي حرية شخصية أكيد. أكيد. لا يمكن المس فيها، ويجب أن ممنوع فرض طريقة الزواج على أحد بالقوة، والزواج لازم يكون بحسب ميول وطموحات كل إنسان، لأنه هاي حياته وهذا مصيره. طيب إحنا يعني هاي أكيد رؤية المنشودة بالفعل، لأنه الإنسان يكون عنده دائما حرية الاختيار، حرية التعبير عن رأيه، يحصل على كل حقوقه، وهذا أكيد يعني. ولكن بظل الواقع اللي إحنا عايشين فيه اليوم في بلادنا، وإحنا بنعرف إنه خاصة في مجتمعنا العربي هناك ازدياد في حالات الطلاق، حبيك رولا نتطرق شوي لشو بيصير مع الأولاد في حالة إنه أقرت المحكمة العائلية أو
الدينية بالطلاق، شو بيصير بعد ذلك؟ أول إشي أولاد اللي بمرقوا طلاق لوالديهن هن أولاد في خطر، هذا بالتعريف العام تاع الدولة، تبع الدولة هن أولاد في خطر، هن بحاجة كتير لأنه الأهل يكونوا واعيين للإحتياجات تبعتهن. إحنا بنحكي بشكل عام إسا أيوة. طلاق بشكل عام، أيوة. مش عم نحكي على طلاق أكيد. في كثير حالات غير ذلك، ولكن أنت بتحكي القانون العام بالضبط، القانون العام. كيف إحنا منتوجه، وليش إحنا حتى كعمال اجتماعي للأحوال الشخصية شو شغلنا؟ زي ما بلشت في حديثي في بداية الحلقة، هو لمصلحة الأولاد، لأنه الطلاق بيعمل صراعات كتير. احنا بنحكي على، بنحكيش على طلاق باتفاق بعد ما هني مرقوا سيرورة الزوجين انه احنا اليوم بدنا ننهي هذا الزواج، وهات نفتش كيف ننهي، اذا احنا نروح على، اذا احنا مسيحيين نروح على المحكمة الكنسية للروم الارثوذكس، او اذا احنا مسلمين احنا بنحكي اذا في اتفاق بين الزوجين احنا بنشدد من وطئة، بنخفف من وطئة الضرر اللي ممكن يصير للولاد. بس اللي بصير باغلب الحالات، أيوة. واحنا اللي عم نواجهها كتير، انه بتصير حرب بين الوالدين، والحرب بتكون على كتاف الاولاد، والاولاد بيعانوا بشكل جدا كبير. الحرب بتصير كمان بتشوفيها انه بصير مين بده يحضن الاولاد، مش عشان مصلحه الولد، يتم استعمال الاولاد بقلب الحرب هاي بالزبط. فظيعه، عشان بالفعل عشان للأسف يعني. عشان انا بدي احضن الاولاد، عشان ما بالضبط، ما انا مش راح يكلفوني الاولاد زي ما بكلفوني اذا بدي ادفع النفقه تبعتهم. احنا دائما بنقول لو الزوجين بفوتوا في، وانا كثير بامن بهذا الشيء كمان من شغلي كمعالجه زوجيه، اذا بفوتوا في سيروره علاجيه لا إنهاء الزواج، أو حتى للعلاج الزوجي اللي هن يحاولوا إنهن يصلحوا زواجهن من جديد، ماديا رح يكلفهن كتير أقل من تكاليف المحامين والطلاق. وطبعا المحامين ستزعل عينك سريدة. لا هاي الحقيقة، لا بمزح أيوة. لا أنا بمزح فقط. المحامين بمحل معين طبعا، بالعكس في دور المحامين لما يكون في حاجة إلها أكيد. بس اللي بصير بطريقة صحيح، أيوة. هو بصير اتفاق بين المحامين مظبوط اللي هو بهاي، بس اللي بصير مرات الطرف الثاني المحامي الثاني كمان يكون عنده نفس الرؤية، مش يكون عنده بس مصالح ماديه، أيوة. بس احنا كمان بتعرفي شو عم نواجه بشغلنا حتى بين قوسين، حرب المحامين احنا بنتسجل، احنا كل كلمه بفضوها، أيوة. يعني الوالدين بتحكي على اهميه كلمه المحامي، هي المسموعه اكثر، أيوة. هو اكثر من العامل الاجتماعي، هو اللي بيجيب لنا الحقوق. مظبوط. رولا، بهاي القضيه بالذات بتم بالفعل توجيه اولا، لا تعوا نفحص هل في إمكانية نعمل تجسير وفي إمكانية بزبط. علاج، ومن ثم إذا فشلنا بنروح للانفصال ولا هذا اللي بيصير اليوم، بس هذا اللي بيصير اليوم القانون حتى في الدولة مزبوط. اليوم صار في قانون مزبوط. قبل ما بس أنا بدي أحكي على عمل الشؤون الاجتماعية تبعتنا، في واحدة من التوصيات إنه يكون في هذا التجسير، أيوة. اللي تأخذ صبغة قانونية، والقاضي إنه يعطيها صبغة قانونية. بأثناء هاي المرحلة بيتم كمان أخذ بعين الاعتبار رأي الأطفال كمان بهاي المرحلة، بيكونوا هم جزء من العلاج. جيل الأولاد إله تلعيف مرات كتير، الأهل بيقولوا اسألوا الولد، وفي كتير احنا بنعرف بالطلاق في كتير بيكون في احتكاك، تحريض اللي هو مش موجه يعني، او مش ومرات موجه ومرات موجه، قصدي مش واعي من الأهل أكتر، بيكون في تحريض. عشان هيك حتى المحكمة ما بتأخذ، نحكي على ولد صغير ما بتأخذ رأي الولد. بس شو يعني صغير لأي جيل؟ طلع إحنا بنحكي لجيل حتى 6-7-10، فوق 10 سنين مبلا بيسألوا الولد، بس مش دايما حتى بس لما يكون ولد في بعاني من تحريض، وفي يعني دلائل واضحة أن الولد عم يحرض من قبل امبارح، يعني أحد الأطراف عند جلسة في هذا الخصوص، في هاي الحالة مش دائما المحكمة يعني بتأخذ أنه رأي الولد هو هذا الرأي صحيح، هذا هو الحقيقي، لأنه عشان هيك في دور للشؤون بظن بهاي القضية، وهي بالزبط. اللي بتحكم بالآخر مزبوط، أيوة. هي اللي بتقدم التوصيات اللي مرات حتى تتنفذش نتيجة لعدم تعاون الأهل حتى لو، أيوة. في قرار محكمة. وهيك احنا كتير سوريدا عم نواجه كمان للأسف كتير رفض في العلاقة لأحد الوالدين، يعني في أم أو أبو مواقف اللي فيها بيتم الرفض، أيوة. بصلوا لمرحلة إنهن بيأسوا، بدهنش هاي العلاقة مع الولد لأنهن بتعبوا، وبالفعل مش إشي هوين ولد يرفض واحد من الوالدين. شو اللي بيصير مع الولد رولا هيك لو بمجمل صغير، يعني إيش بيصير مع الأولاد في ظل الصراع هذا؟ أنا بهمني نحكي على حالات الصراع، مش على حالات اللي متفقين ومتفاهمين ولابد من الانفصال باتفاق الجميع وأيضا الأطفال.
شو اللي بمر على الطفل؟ إيه الولد بسموه هيك باللغة العبرية بيكون عنده كفل نقمانوت. أيوه. بيكون ازدواجية في الانتماء والإخلاص لأحد الوالدين. فبيكون هو بالذات لما احنا بنحكي على على طلاق عادة بيكون واحد اختاره والتاني لأ. فالتاني بيكون بهذا المحل اللي هو بستعمل الأولاد كمان مرة يمكن بشكل مش واعي، أكيد بشكل مش واعي، لأنه أنا بآمن أنه كل أهل بحب أولاده، كل أم كل أبو بحب أولادهن، بحبوا مصلحتهن، بس بشكل مش واعي بستعمل الولد ليحارب الطرف الثاني اللي هو اختار هذا الطلاق وهو ما اختاره. أيوة. فاللي بصير مع الولد إنه ليضغط على الطرف الثاني مزبوط. أو من يعني فبفوت أو مراحل انتقام أو انتقام يعني مش أنه اختار أو مثلا خانته أو خانها بده يتنقم، فبفوت براسه كل موضوع انه يعني بصير كانه هو الذراع تاع الوالد، هو بصير الصوت والكلام بالضبط. أيوة. هو الذراع بكل معنى الكلمه، بتحس الاولاد هالقد يعني بيحكوا بصوت الام او بصوت الابو اللي هو بحرد، او وبنوصل لمراحل كتير لرفض اللي هن عن جد اهل بوصلوا لمرحله كتير صعبه يعني، وبفوت فيها حتى قانون النعر، حق نعر كل ابناء شبيبي في كل قضيه المشاهده، وانه يعني عن طريق المراكز بالضبط يلد نسكاح يلد اللي هو حاجه عنه. أيوه. هون بصير اصعب الموضوع يعني للاسف، شيء بقطع القلب يعني. انا عندي مرات عندي ملفات اللي انا بترفع فيها يعني، ولا بفهمش كيف يعني في اب وفي ام ممكن يستعمل بدها بس عشان تتنقم من ابي من 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 جوزها، بدهاش تفرجي الولد. ايوه بدها تصير تحرض بدها تفرجي الولد بتورجية. يعني مش فاهمه انه هي عم بتدمر نفسيه ابنها بس من تحت راس عشان بدها تتنقم من جوزها. هي أيوة. تدمير النفسيه يعني حرام. ايوه يعني مركز اللقاء ممكن بنت تقعد ساعه في مراكز اللقاء اللي ايوه اللي بتتم بالخدمات ممكن يعني أيوة. كل الوقت البنت او تسبع ابوها او امها اللي هي بدها تشوفه كل وقت، او ما ترفض تمشي ترفض تحكي ترفض تطلع معاه. فعن جد بس احنا بنحكي عملنا في حالة انه هذا تم تحريض، يعني في حالات اخرى اللي هن اولاد من حالهن برفضوا في حالة كانوا معنفين او كانوا في يعني هن نفسهم كانوا بشكل عام بشكل عام بشكل عام حتى الاولاد المؤمتسين حتى الاولاد اللي هن متبنون بمرأة وتبني هن كمان اولاد اللي فيش ولد بدوش يتعرف على ابوه او امه، ما في ولد على هالشكل. حتى الاولاد المعنفين انا بتخيل كل اغلب يعني اغلب الرفض بيكون نتيجه للصراع اللي بيكون بين الاثنين. أيوة. فيعني مرات لما الاهل ما بيدركوا هذا الامر بيصلوا لمحلات جدا صعبه مع الاولاد. مزبوط. يعني احنا عملنا هيك نحكي عملنا على الاولاد وبنحكي على الزوجين، شوي هيك حبه كمان كريستينا من تجربتك وكمان رولا من تجربتك تحكوا شوي عن الزوجين ايش بمرقوا قانونيا. حكينا انه بيتم بفوتوا على محاكم وقضايا وسيروره طويله مرات ممكن تاخذ سنوات. مزبوط. بين المحاكم الدينية والمدنية. أيوة والمدنية وكل قضية النفقة ومش نفقة والحقوق وتقسيم الأملاك وإلى آخره. يعني بنحكي عملنا على سيرورة طويلة مضنية من بالفعل للطرفين. شو بتقدر تحكوا عن هذا الجانب؟ يعني مما لا شك فيه موضوع الطلاق هو موضوع جدا صعب ومؤلم يعني نفسيا للطرفين، عدا انه فيه تكاليف كمان ماديه باهظه للطرفين، ممكن يعني بيرجعين كمان مش بس مصاريف محاكم رسوم محاكم يعني محاماه وهي ايضا يعني تقاسم الاملاك ممكن يرجعين لورا. في نوع من اللي بيكون بيواجهوا خوف معين لايش يصير لقدام، يعني احنا اليوم اذا المره بدها تطلع لسه كيف بدي اكمل حياتي لحالي او هو كيف بدي اكمل حياتي لحالي، شو مصير الاولاد. في بصير تضعضع من ناحيه الثقه بالنفس، يعني هل بعد ممكن حدا يحبني حدا لانه او نوع من لانه يعني الزوج او الزوجه يعني اذا الزوج تركته زوجته يعني بصير بحس انه حبيت اني انتشاع انه بطل بدي يعني مين بدي في رفض شيء قضيه شعور بيكون في الم. يعني الفراق هو بحد ذاته شيء كثير مؤلم صعب. أيوة. ولما كمان يكون في اولاد يعني انه مع مين يكون الولد معي، اذا الزلم يتزوج الولد يعيش مع مرت ابوه او الام تزوجت تعيش مع جوز امها مع يعني مع جوز. أيوة. امه وايش بده يكون مصيره. فبصير الخوف من انه حتى في مرات بس انه الخوف من ايش بده يصير بيكون هن حياتهم من جوا مدمره. أيوة. يعني عايشين كل واحد بحاله فالطاقات اللي بتصرف على الطرفين جدا يعني طاقات في حالات معينه اللي هن بفضله يضلهم عايشين بهذا الاطار
كل واحد بحاله بس ما يوصلوش لهي مرحلة الحرب وايش يصير بالولاد وايش يفكر شو يفكر المجتمع. مع انه انا حسب رأيي اليوم هذا الوقع والوقع في يعني قصة المطلق او مطلقة على الاذن بطل زي كيف كان اول. أيوة. صار اليوم في وعي في هذا بهذا الخصوص. ايوه ورولا هيك باختصار هيك كلمتين. انا بدي هيك احكي على كل موضوع فصل الصراع الزوجي عن العلاقه الوالديه. احنا دائما بنقول بشغلنا افصلوا صراعكم الزوجي عن العلاقه مع الاولاد عشان الاولاد ما ياخذوا دور بهذا المجال. انا بقول وبفكر انه احنا من خلال الحالات اللي بنشوفها الطلاق هو ممكن يكون جدا حل مفيد لأزواج اللي هن بيعيشوا بصراعات كل الوقت وكتير صعب يكملوا بهاي الصراعات للأولاد بالأساس. الأولاد بتعاني بقلب هاي بقلب هاي العلاقة. فالطلاق هي يكون رحمة مرات راحة هي هيك أكتر سكينة للولد بس المهم كيف يتعلموا من جديد يكونوا والدين منفصلين لهدول الولد. يعني انا بضلني حافظ على دور الوالدين بالضبط ويحترموا بعض. كيف نحافظ؟ احنا بطلنا زوجين بس احنا بعدنا والدين. أيوة. الطلاق دائما بنقول الطلاق بين الزوجين مش مع الاولاد مش مع الاطفال. فهذا هيك سيروره اللي هي بدها كتير تدويت وشغل. ورجوعا للزواج المدني كيف بهاي الحاله ممكن برايك كريستينا الزواج المدني او الطلاق في حاله مدني يخفف من هذا اذا هذا الزواج يعني يمكن فقط عند الطوائف المسيحية الكاثوليكية أخص بالذكر هو هناك هذا الإشكال لأنه في ما في طلاق في بطلان زواج وأيضا إثبات بطلان زواج كتير صعب ومرات بأخذ كتير وقت. باقي الطوائف يعني عند المسلمين وعند عند المسلمين والدروز طلاق يعني ما بيكون في موافقة على الطرف واحد من الطرفين يعني أو واحد بكف الطرف واحد بالدوش ويعني تم يعني أثبت للمحكم فيه شقق ونزاع لحد يفسخ هذا الزواج. أيوة. إيه إيه نفس الشيء في حتى يعني اذا كان زواج مدني يعني انه مو زواج الطلاق بحد ذاته يعني كيف ما هو مؤلم يعني للاطفال اذا كان مدني او اذا كان الزواج مدني او الزواج ديني. ولكن يعني سيروره يعني الاجراء القضائي الطلاق بيكون اهون واسرع. أيوة. من في المحاكم الديني فالمعاناه ممكن تكون ممكن اقل تكون على الزوجين وعلى الاطفال. حرب وصراع فالولاد دائما بيكونوا هن جزء من هذا الصراع ولما الاشي بيخلص بسرعه فبعدين يعني النفوس تهدأ والأمور ترجع شوي شوي كل واحد بحاول يعني يستوعب أنه هذا الانفصال وأنه خلص انتهى ونكمل بحياتنا. أيوة. رولا كلمة أخيرة لجمهور اللي عم يسمعك. أوكي. أنا بفكر هيك أنه كل موضوع الزواج بشكل عام هي مسؤولية كبيرة. لما اثنين بقرروا يتزوجوا هي مسؤولية كبيرة انك تجيبي ولد على هذا العالم وتربيه هي مسؤولية كبيرة. وانا كأم او كأبو كل أم وكل أبو مسؤول عن هذا الولد. فشو بده يصير ابعاد هذا الزواج بده يأثر على الولد. فانا عن جد هيك بطلب من كل أبو من كل أم من غير علاقة طبعا اذا احنا بنحكي على زواج ديني او زواج مدني حكينا بالبداية الفرق بيناتهم ياخذوا بعين الاعتبار احتياجات الولد. عن جد هاي شغلة انه الولد ما بقدر يقول صوته. الكبار اللي بيقدروا يقول صوتهم الاهل اللي بيقدروا يحكوا الكلمة تبعتهم بس الولاد كتير كتير بتعاني لما بصير في هذا الطلاق وهذا الصراع مسؤولية كبيرة بتخيل. اوكي شكرا. الصراع بالضبط. شكرا كثير كريستينا قبطي محامية أخصائية لقضايا شؤون العائلة والميراث. شكرا كثير رولا يميني بشارات عاملة اجتماعية لقانون الأحوال الشخصية. شكرا كثير لكم. بنهاية الحلقة مشاهدينا متأمل انه أضفنا كمان جانب من قضايا وحالات مجتمعنا بالذات فيما يتعلق في الزواج المدني. أضأنا هيك البعض من النقاط مع أو ضد ما عندي رأي. عندي رأي إنه كل إنسان بيختار إيش هو مناسب لإله. شكراً كتير لمتابعتكم. حالونا نلتقي فيكم بحلقة جديدة الأسبوع الجاي.